لمحلل تونسي فتح المولد في قناة أو في القناة التونسية، تفتكروا قال إيه على الأهلي؟ اللي قلقني أكثر يا رازي وأنه الأهلي مش الأهلي. الأهلي نتبع الكورة نفهم الكورة، يحصل على الأهلي. الأهلي متواضع جدا الفريق هذا، ولكن مع الأسف مع زوز أكبر فرق اليوم اللي موجودين في تونس هما الترجي والنجم، دخل فينا غولة، عمل زلزال في الترجي، واليوم عمل إذا كان فما تسونامي في النجم الساحلي. هذا الأهلي ماهوش في أحسن حالته. شنو معناه؟ معناه عندنا مشكلة، عندنا مشكلة احنا داخلية. مشكلتنا ربما غلطنا في رواحنا، ربما لو نيفو نبعد عليه شوية، ما زلنا ربما ترتيبنا الأولانيين على المستوى الإفريقي ترتيب قدامه نقاط استفهام، لأنه لو تريو نيفو حاجة أخرى. ورينا في المواعيد الكبرى اليوم جونو دي سوسي با الأربع فرق نتاعنا الكبار اللي تعداوا دور المجموعات كنا نحلموا بزوز نهائيات تونسية. اليوم حتى فريق تونسي من الأربعة، حتى فريق تونسي من الأربعة اللي موجودين، والله أنا متفق معاه فتح المولد في كلمة واحدة بس، إحنا عندنا مشكلة. أنت عندك مشكلة مؤكد، عنده مشكلة ما أعرفش بقى. لا لا مولد. عنده مشكلة. الأهلي فريق متواضع جدا وفاز بالستة. هذا رجل عنده مشكلة، ما علينا.